نكمل وإياكم التمرينات. عندنا هنا نكمل التمرين. مثلاً I have been working in the same bank. أتكم الجواب E. For years. I started this job. أول وحدة. 10 years ago. أنا بديت بهذا العمل قبل 10 سنوات وهكذا. هذا مهم. ذني تمارين مهمة. Complete the sentences using the past tenses only and the pronouns in the brackets. انتبهوا. الفعل هنا شي يريده past tense يعني فعل بصيغة الماضي. هنا الماضي مستمر مع تكملة الجملة بالكلمات الموجودة يعني مثلا grandfather والداية أيضا يدخلوها. شو صار؟ I was working in Paris. I was هنا بس خلينا was working in Paris. In Paris my grandfather died. من توفى جدي. As soon as I had feed a cat بينما أنا كنت أطعم القطة I did my homework. هاي أيضا هاي جمل مهمة. ننتقل إلى الـ past passives active passive. Someone stole my bike last night. شخص ما سرق دراجتي ليلة البارحة. انتبهوا هذا مبني للمجهول. ناخذ المفعول به اللي هو شنو؟ My bike. صر للقدام. My bike. Stool سرق. فش صر؟ Was stolen. سرقت. Last night. اوكي تاخذون المفعول به بعدين تحطون فعل مساعد. الفعل المساعد لازم يتلائم ويا الفعل. لازم شي يكون دي يقول لك past passive يعني فعل مبني للمجهول لازم يكون ماضي. A Roman temples temples المعابد الرومانية was discovered هاي فعل ماضي under near the new housing sites يعني بس تكملون الجملة. A Roman temple a new housing estate. شو صار هنا؟ Roman temples هاي هنا تصير بالبداية هي المفعول به بعدين نشوف الفعل هنا ماضي نقول was discovered اكتشفت under near the new housing estate. اوكي ننتقل الى page 21 revision of active and passive. Read the review and complete in with the verb in the correct tense, active or passive. هنا هذه قطعة مهمة جدا هذه بالامتحان. الأفعال موجودة هنا بهذا البوكس. شو يريد من عندنا؟ يريد من عندنا نكمل هذه القطع بواسطة الكلمات أو الأفعال الموجودة وين موجودة داخل البوكس. هنا يريد من عندنا نشوف الفعل حسب الجملة. هنا وين the film was shown عرضة in cinema last week. Kids and their moms and dads liked it. حبوه يعني هنا عندكم like فانتوا تحولوها الى الفعل الماضي وهكذا في بقية الجمل. ارسل لكم الحل كل هذه التمارين. ننتقل الى التمرين الموجود في صفحة 22. عندكم vocabulary the word of the literature. عندكم هذه الكلمات وعندكم هنا تقسيمات poetry شعر prose ودراما. يعني تذكرون مرة أخذناها بالمرحلة الثالثة أعتقد كان عندكم مثلا هاي الكلمة وين أحطها بالدراما أحطها بالباوتري هكذا. البلوت chapter critic نقد director إخراج فكل واحدة وين تحطوها بيا خانة وهكذا.